من أسئلة الكتاب شابتر 11 بروبلم 10: A balsa wood block of mass 52 grams floats on a lake bobbing up and down at a frequency of 3 hertz. في البارت A: What is the value of the effective spring constant of the water? في البارت B: A partially filled water bottle of mass 0.28 kilogram and almost the same size and shape of the balsa block is tossed into the water. At what frequency would you expect the bottle to bob up and down? Assume simple harmonic motion. في البارت A طالب الكي، عندنا الفريكوينسي اللي بتساوي 1 over 2 باي سكوير روت للكي اوفر ام، الفريكوينسي بالثري 1 over 2 باي، مطلوب الكي وعندنا الماس 52 جرامز يعني 0.052. إذن الكي equals 3 times 2 يبقى 6 باي، نربعها ونضربها في 0.052، الكي equals 18.48 نيوتن بير متر. نفس السبرينج كونستانت للووتر هنستخدمه مع الماس الجديد اللي هو 0.28 ونحسب الفريكوينسي. الفريكوينسي equals 1 over 2 باي سكوير روت لنفس الكي تقسيم الماس الجديد، 1 over 2 باي سكوير روت 18.48 تقسيم 0.28، يبقى هقسم الكي 0.28 اخد سكوير روت للانسر واقسم على 2 باي. طبعا الفريكوينسي هيقل لان الماس زاد، الفريكوينسي طلع 1.29 هرتز.